شيرين. كلمة من القلب. كلمة من القلب شيرين. الله يرحمه ويصبرنا كلنا كلنا على فراقه، لأنه كان فنان جميل ومحترم. أنا طبعا أكيد ما عشرتوش زي الفنانين اللي سبقوني، لأني عمري في الفن قصير، بس هو كان إنسان جميل قوي ومحترم، وكان فنان كبير. أكيد أطلب له الرحمة والمغفرة وأنا رغم أني اشتغلت معه بس لحنين، إنما أنا عاشرت عشرة كلوز مع زوجته مع أولاده، تلفونات بالأسبوع أكثر من مرة. لما بيروت أغلب الوقت أنا ببيتهم، أكل أقعد ببيتهم أسهر ببيت، يعني صرت وايد كلوز معاه. يعني شخص مثل رياض، رياض وايد إنسان في البداية قبل يكون فنان، كثير 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 إنسان أصيل وصادق وطيب وعشري نظيف من داخله. يعني أنا كنت جدا أحب إنسانيته، يشابهني بأشياء كثيرة، حتى لما كنا نسولف غالبا يقول لي شفتي نوال أنت نفس طبعي في كذي، نفس طبعي في كذي نفس. فأنا يعني ما تجوز إلا الرحمة الحين، الله يرحمه. شيرين ونوال كل ما تغنوا بأصواتكم رياض الهمشري رح يبقى حي للمشاهدين. أعياد مباركة، ولكن بالأعياد كمان فينا نتذكر كتار رحلوا عنا، وطالما منذكرهم على ألسنتنا ونأتي على سيرتهم منعيشهم ومنخلدهم. شكرا شيرين، شكرا نوال، المسرح لإلكم، مدلي لرياض الهمشري، تصبحوا على خير من العرب.
حبيبي بشوقنا وحبنا شوف كم سنة مهدي حبيبي كان يوم بعدنا بيفكروني فيه بدنيا عشنا في حلوة ومرانا من دلي ننسى أحلى حاجة حبنا أنا لسه مكان كل سنة كل حاجة ما نسيتش حاجة Yeah.